السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الدورة التكوينية المجانية الخاصة ببلندر وكيف نضع فيديو فيه خلفية خضراء، فيديو لك أنت شخصيا، وأن تضع نفسك داخل البلندر داخل الـ3D. أول شيء ماذا علينا أن نفعل؟ كما شاهدتم في الفيديوهات أشخاص يكونوا في خلفية خضراء ثم يصبحون داخل الـ3D داخل البلندر، فكيف نضع فيديو من هنا 2D داخل الـ3D ويصبح 3D وداخل عالم الـ3D؟ وعندما نقول نحن أنت تكون في خلفية خضراء وتضع نفسك داخل الـ3D، إذن أنت تضع نفسك داخل عالم ثاني وتبني ذلك العالم كما تريد. يمكنك أن تبني منزل ثم تضع نفسك داخل المنزل ثم تخرج الكاميرا إلى الوراء ثم تدخل إلى المنزل إلى الداخل ثم ترى نفسك جالس في داخل المنزل، تصنع عالم لوحدك. المهم لن نطول في الكلام، هذه دورة تكوينية شاملة حول هذا الموضوع. هذا الموضوع لم يتطرق إليه أي شخص في الدول العربية، ولو تكلموا عنه فلم يتكلموا عنه بالتدقيق. فنتكلم صراحة، فلا يوجد أي شخص تكلم عنه بالتدقيق، أول شيء. ثاني شيء، الفيديوهات الأجنبية كذلك لم يتكلموا عن هذا الشيء بالتدقيق، فلذلك أنا أخذ لي مدة طويلة حتى عرفت هذه الأسرار، فلذلك سأشرحها لكم في هذا الفيديو. عندما يكون عندك الفيديو أولا ماذا تفعل؟ أول شيء ماذا تفعل يا إخوان؟ تحتاجون تطبيق البلندر، اوكي، برنامج البلندر الذي هو هذا، اوكي، هذا هو برنامج البلندر. كذلك في نفس الوقت تحتاجون الأدو بريمير برو، فعندما تكون عندكم فيديو في خلفية خضراء تضعونه داخل البرنامج الأدوبي بريمير برو. ماذا تفعلون من بعد؟ تأخذون الفيديو ثم تضعونه في هذا المكان. فماذا علينا أولا ماذا نفعل؟ نأتي إلى هذا الفيديو ونحذف له الخلفية الخضراء. هذه الخلفية الخضراء لن نحذفها داخل البلندر، بل سنحذفها في الأدو بريمير برو. ماذا تفعل؟ تضغط على الفيديو بهذا الشكل ثم تأتي إلى هذه الأيقونة يا إخوان، ثم تضغطون عليها بهذا الشكل ثم تأتون إلى إيفكت. إذا لم تجدوا الإيفكت ابحثوا عن ويندوز هنا ثم اذهبوا الافكت ثم علموا عليها، اوكي، هنا معلم عليها بشكل جيد. نضغط على افكت. اول شيء يا اخوان، اول شيء ارجوكم اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، قوموا بمشاركة هذا الفيديو مع اصدقائكم. سنرفع كورسات مفصلة، هذه الكورسات لن يكون عرب شرحوها، وستكون اسرار كثيرة في القناة في مجال الفي اف اكس والـ3D والـCGI، وكل شيء تعلمت له واحترفت فيه لمدة طويلة ساشرحه لكم في ساعة او ساعتين بادق التفاصيل المملة. فهذه القناة هي اول قناة عربية مخصصة في مجال الفي اف اكس والمؤثرات البصرية والـ3D الى اخره. فاخواني عند اول اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، ستشاهدون فيديوهات قادمة ان شاء الله وكورسات قادمة ان شاء الله. فاخواني اول شيء تضغطون هنا، تكتبوا إلترا بهذا الشكل، إلترا تجدونها بهذا الشكل هنا، ترفعونها بهذا الشكل ثم تضعونها في الفيديو، اوكي، او تضغطوا عليها مرتين، تكونوا علمتوا في الفيديو هكذا ثم ضغطتوا مرتين هنا. من بعد تذهبوا الى FX Control، تبحثوا عليها هنا، هاي كيف FX Control. اذا لم تجدونها هنا في هذه اللائحة اذهبوا الى ويندوز ثم ابحثوا على FX Control، تجدونها هنا، علموها بهذا الشكل، جميل جدا. تضغط على FX Control. ماذا تفعل حاليا FX Control؟ تدخل الى الاعدادات الخاصة بهذا الفيديو. سنجد داخل الاعدادات إلترا كي هي المخصصة بحذف الخلفية الخضراء. ماذا نفعل حاليا؟ نأتي إلى هذه الأيقونة بهذا الشكل، نضغط عليها ثم نختار ما هو اللون الذي نريد أن نحذفه في هذا الفيديو. سنختار نحن اللون هذا الأخضر، ضغطنا عليه، جميل جدا. حاليا الخلفية الخضراء فهي تم حذفها بشكل جيد، لكن أنت في فيديوهاتك إذا لم تكن إضاءة جيدة وإذا لم تكن ألوان جيدة إلى آخره ستجد بعض المشاكل، ستجد هنا مناطق سوداء وهنا مناطق سوداء وهنا خضراء وهنا كذا إلى آخره. ماذا تفعل؟ تأتي إلى هذه الأيقونة ثم تضغط إلى هنا ثم تستهدف فقط الشخص يصبح أبيض. إذا كانت هنا لون أبيض أو لون أبيض فتحتاج عمل تعديلات لحذف الخلفية، فضروري تحتاج الخلفية تكون واضحة وتكون لون محدد وتكون بخلفية خضراء،
أوكي؟ خلفية خضراء، وأنت في جسدك لا يكون فيك أي شيء أخضر، مثلا عندك لباس أخضر أو شيء، هذا ممنوع كليا إذا كانت خلفية خضراء. جميل جدا. وإذا كانت خلفية زرقاء ممنوع كليا أن يكون عندك لون أزرق في ملابسك. فإذا كانت خلفية خضراء ممنوع تلبس لباس فيه أخضر أو مكان فيه أخضر أو شيء من هذا القبيل. فإذا كانت عندك مشكل هنا لون أبيض وهنا لون أبيض، تذهب إلى هذه الإعدادات بهذا الشكل، تذهب إلى هذه الإعدادات بهذا الشكل، تضغط عليها من هنا، ثم تبدأ تقوم بتعديلات هذه الإعدادات بهذا الشكل، قم بتعديلها حتى تصل إلى يصبح فقط هذا الشخص أو وجهك أو جسدك هو الوحيد الذي يصبح فيه لون أبيض. إذا كان لون أبيض وهنا أسود، ماذا يقول البرنامج الأدوب؟ يقول على أن هذا هذا الأبيض هو الذي سيظهر في الفيديو، وهذا الأسود لن يظهر. فإذا كان هنا أبيض وهنا أسود، ولكن هنا يوجد بعض اللون الأبيض، فاعلم بأن هذه المنطقة ستظهر في الفيديو، فلذلك تحتاج فقط هذا اللون أن يكون أبيض. أما إذا كان بعض اللون هنا أبيض وبعض اللون هنا أبيض أو شيء من هذا القبيل، يمكنك عمل قص، تضغط هنا ثم تبدأ بقص فقط الشخص، وهكذا سيتم بنجاح. إذا كنتم تريدون شرح كامل حول هذا الأمر اكتبوا لنا في التعليق. فالخلفية الخضراء تكلمنا عنها حاليا، نقوم بالاسترجاع بهذا الشكل. جميل جدا. كما ترون إخواني حاليا هذه الفيديو، حاليا ماذا الفيديو أصبح؟ حاليا أصبح الفيديو بدون خلفية. فماذا سنفعل حاليا حتى نضع هذا الشخص داخل البليندر؟ أوكي، يتحرك داخل البليندر. ماذا نفعل يا إخوان؟ أول شيء نذهب إلى فايل لنستخرج الفيديو. نذهب إلى فايل بهذا الشكل، ثم نذهب إلى إكسبورت، ثم نذهب إلى ميديا. جميل جدا. سننتظر بهذا الشكل. ماذا سنفعل حاليا؟ لاحظوا معي هنا في بعض اللون الأخضر في جسده. ماذا سنفعل يا إخوان؟ سنقوم بالخروج. عفوا، لقد ضغطت على إكسبورت. سأضغط على هنا حتى أخرج. سأضغط على هذا المكان. أوكي، بهذا الشكل، وسأأتي إلى هذا المكان وأضغط عليه لتصبح الشاشة سوداء. سأقوم بتكبيرها من هنا بهذا الشكل، نضغط على هذا المكتوب أكبر حتى يظهر لي الشخص جيدا. ترون أن هنا يوجد بعض اللون الأخضر. نذهب إلى إفكت كنترول. نحتاج أن نضغط على الفيديو أولا بهذا الشكل. جميل جدا. هنا نذهب إلى الإعدادات، أنتم ستجدونها بهذا الشكل. أنا سأضغط على هذا المكان، ثم أقوم بتكبير الشخص بهذا الشكل، ثم أعمل على الإعدادات بهذا الشكل. لاحظوا معي بهذا الشكل، هنا نسترجع الإعدادات كما كانت بهذا الشكل. بهذا الشكل نقوم باسترجاع الاعدادات بهذا الشكل. لان اصلا هو الفيديو اصلا ليس بجودة عالية، هذا الشخص ليس هو بجودة عالية، فلذلك تكون هذه المشاكل. فلذلك سنقوم نعمل مجهود لحل هذا المشكل. هذا الشكل، قم بعمل مجهود حتى يتم حذف هذه اللون الأخضر. أوكي، قم بعمل مجهود بهذا الشكل حتى تصلوا إلى اللون الذي تريدون. المهم يا إخوان، المهم فالشخص هو مصور بجودة سيئة، فلذلك أنتم تحتاجوا أن تكون أنت بعيد على الخلفية الخضراء. أوكي، والخلفية الخضراء تكون مضاءة، وأنت تكون مضيء، أو الفيديو الذي ستستخدمه يحتاج أن يكون الفيديو الشكل الذي تريد استخراجه أن يكون واضح 100%. فلذلك نحن لا مشكلة، سنقوم بعمل على هذا الفيديو. المهم، أهم حاجة هي الفكرة تصل إليك. أوكي، فالخلفية الخضراء يتم حذفها بشكل صحيح جدا. تذهب إلى فايل إكسبورت عفوا ميديا بهذا الشكل،
هنا لن تضغط على اكسبورت. اوكي لماذا؟ لان سيتم استخراج الفيديو مع خلفيه سوداء، لكن نحن نريد استخراج الفيديو بدون خلفيه سوداء. اوكي فاذا قمنا باستخراجه هكذا، عندما نضعه على البلندر سيصبح فيديو عادي شخص ومعه خلفيه سوداء. نحن نريد حذف هذه الخلفيه السوداء. ماذا سنفعل؟ سناتي الى هذا المكان ثم نضغط عليه، ثم ننزل الى هنا هذا المكان، ثم تضغط عليه بهذا الشكل، ثم تضغط على هذا المكان مجددا، ثم تنزل الى الاسفل، ثم تضغط على جو برو سينيفورم ار جي بي 12 بايت، وهكذا تضغط عليه بهذا الشكل. جميل جدا، تترك الاعدادات كما هي. اوكي تترك الاعدادات كما هي بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل. جميل جدا. هنا يمكنكم ان تضغطوا على الريندر الماكسيمو على حسب الجودة. اوكي لا يوجد اي مشكلة بهذا الشكل. ثم تضعه في المكان الذي تريد. انا مثلا اضع دائما اعمالي على سطح المكتب، وعندما انتهي منها احذفها. لاحظوا لقد اصبح الاستخراج الفيديو اصبح موف بهذا الشكل. ماذا نفعل؟ نضغط على سيف بهذا الشكل، ثم نضغط على اكسبورت وننتظر ليستخرج الفيديو. الفيديو عندما يستخرج سنراه بخلفية سوداء، ولكن عندما نضعه على أي برنامج لن يتم وضعه بخلفية سوداء، سيتم وضع فقط الشخص الذي يتحرك. أوكي؟ فهنا لقد تم استخراج الفيديو. سنقوم بحذف البرنامج حتى لا يصبح البلندر ثقيل بهذا الشكل. حاليا هذا هو جرين سكرين روتين كيلو بايت. نعم سأقوم بحذف هذا. لاحظوا معي حاليا يظهر هذا بخلفية سوداء وهذا بدون خلفية. هذا هو الأول الذي قمنا بعمله استخراج بالغلط. سأقوم بحذفه ونترك فقط هذا الفيديو. أوكي هذا الفيديو حاليا هو بدون خلفية سوداء، فلذلك أنا لا أعرف حتى هل لن يعمل أظن على الحاسوب الخاص بي، سيعمل فقط على البرامج. سأرى هل سيشتغل أم لا. لم يشتغل، سيشتغل فقط على البرامج مثل برامج الأدوب إلى آخره والبلندر وهكذا. ماذا سنفعل حاليا يا إخوان؟ حاليا سنتجه إلى البلندر. جميل جدا، نضغط عليه بهذا الشكل وننتظر حتى يصعد البلندر. وهذه العمليات يمكنكم عملها مثل جميع الفيديوهات، وهذه الشرح لا يوجد أي شخص شرح مثله بهذه الدقة وبهذه التفاصيل في العالم، لأنني أنا بحثت في فيديوهات باللغة الإنجليزية وباللغة العربية ولم أجد أي شخص يشرح هذه الأمور بهذا التفصيل. فسنضغط على الشاشة بهذا الشكل. أوكي فماذا سنفعل يا إخوان؟ أول شيء ماذا سنفعل؟ سأقوم بحذف أول شيء سأقوم فقط بحذف هذا بهذا الشكل، وأضغط على ديليت لحذفه بهذا الشكل. بهذا الشكل يا إخوان. فماذا سنفعل حاليا حتى لا أعمل الكثير من الأشياء؟ في شروحات عندنا عن البلندر، في بعض الشروحات موجودة في قناتنا، وكذلك الخاصة بالأدوب الذي يريدون شرح فيه الأدوب والريندر إلى آخره. هنا ماذا سنحتاج؟ أن نضع الشخص هنا ونبني مثلا المكان ونصنع عالم والشخص هنا داخل البرنامج. ماذا سنفعل يا إخوان؟ أول شيء نحتاج أن نضع الفيديو، قوموا بالاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس وقوموا بمشاركة الفيديو من أجل تشجيعي لأقدم ما هو أكثر، لأنني فعلا أستطيع أن أصنع لكم الخيال العلمي في المؤثرات البصرية وتتعلموا معي. فعلا ستكون أشياء خارقة للعادة. الهنود لقد سبقوا العرب، ولذلك نحتاج أن نحن أن نسبق الهنود. فماذا نفعل؟ نذهب إلى آد بهذا الشكل، ثم أذهب إلى إيماج، ثم أذهب إلى إيماج بهذا الشكل. ولكن في بعض الأشخاص لن تصعد معهم هذه الأيقونة. أوكي لن تصعد معهم هذه الأيقونة. فماذا سيفعل إذا لم تصعد معك هذه الأيقونة؟
تابعوا معي بعد الفاصل. التزييف العميق الديب فيك، حاليا يمكنكم أن تتعلموا مجال الديب فيك التزييف العميق. تستطيع حاليا أن تغير من وجه إلى وجه آخر عن طريق الذكاء الاصطناعي. تعلم التزييف العميق أصبح حاليا متاحا في العالم العربي، وحاليا صممنا أول دورة تكوينية في العالم في مجال التزييف العميق الديب فيك. حاليا تستطيع أن تقوم بتبديل الوجوه من وجه إلى وجه آخر، وهكذا يمكنك أن تستعمل فيديوهات ورفعها على اليوتيوب، وكذلك فيديوهات التسلية، وكذلك تعمل فيديو إشهاري لمنتجات ومواقع إلى آخره عن طريق التزييف العميق الديب فيك. لتعلم هذا المجال وتصبح محترف في مجال التزييف العميق، حاليا يوجد دورة تكوينية يمكنكم الدخول على الرابط في هذا الوصف. تعلم التزييف العميق أصبح متاحا حاليا للحواسيب الضعيفة والحواسيب القوية بسعر مناسب جدا. السعر فقط حاليا 29 أورو بدل 299 أورو. هذا السعر فيه تخفيض 90%. تعلم التزييف العميق واحترف مجال التزييف العميق، وكن أنت من الأوائل الذين يمارسون التزييف العميق في العالم حاليا. دورة تكوينية شاملة في التزييف العميق تستطيع أن تمارسه بسهولة جدا. ستحترف من اليوم الأول. برنامج سهل جدا، شرح واضح جدا باللغة العربية. احترف التزييف العميق الديب فيك، وكن أنت من الأوائل الذين يقوموا بتزييف الفيديوهات في العالم العربي وكذلك في العالم بطرق احترافية وبطرق سهلة جدا. من أجل الاشتراك في هذه الدورة التكوينية تواصل معنا على الواتساب أو الدخول إلى موقع خاص بنا حول التزييف العميق. اشترك في هذه الدورة التكوينية، السعر فقط 29 أورو بدل 299 أورو. سارع قبل نهاية هذا التخفيض. عدنا من جديد إخواني الكرام، فماذا ستفعلون؟ تضغطون على فايل بهذا الشكل، أوكي، عفوا إيديت بهذا الشكل، ثم تضغطون على هذا المكان، أوكي، بهذا الشكل، ثم تضغطون إلى هذا المكان، تضغطوا عليه هذا المكان بهذا الشكل، ثم تضغطون هنا، ثم تكتبون إيماج بهذا الشكل. جميل جدا. ستجدون هذه العلامة غير مفعلة، أوكي، تقوم بتفعيلها بهذا الشكل. عندما تقوم بتفعيلها بهذا الشكل ستذهبون إلى Add بهذا الشكل Image، ثم ستجدون Image Plane. تضغطون عليها بهذا الشكل مجددا، ثم تذهب إلى الإعدادات الخاصة بك. مثلا هنا أين وضعت الفيديو؟ أنا مثلا سأضغط مثلا هنا على الديسكتوب بهذا الشكل. والبرنامج يعرف المكان الذي تدخل إليه كثير. إذا كنت تدخل مجددا كثير إلى ملف ما ستجدونه هنا بدون أن تدخل إلى هنا وتبحث. دائما ستجد الملفات الأكثر استعمالا ستجدونها في هذا المكان. فهنا تجدون الفيديو. أنا مثلا الفيديو الذي قمت باستخراجه فهو هذا بهذا الشكل. جميل جدا، عفوا، بهذا الشكل. تضغط هنا ولقد تم وضع الفيديو. تصفيقات حارة. ستقول لي يا أخي لقد قلت لي الفيديو سيظهر في البرنامج، ولكن الفيديو هو مجرد شاشة بيضاء سيئة جدا. ماذا تفعل يا أخي يا صاحب البرنامج أو قناة VFX ماروك؟ الفيديو لم يصعد معي، ما هو الحل؟ لا يوجد أي مشكل. تريد الفيديو أن يصعد هنا، تذهب إلى هذه الأيقونات بهذا الشكل، ثم تضغط على هذه الأيقونة قرب الأيقونة البيضاء بهذا الشكل. لاحظوا معي ماذا سيصبح. وأخيرا لقد تم استخراج
الفيديو. ستقول لي الفيديو مشوش، الفيديو مشوش فقط في 3D، ولكن عندما تقوم باستخراجه فإنه يكون واضح 100%. أوكي؟ فلذلك سنضعه بهذا الشكل. جميل جدا، لاحظوا معي بهذا الشكل. سنضع الكاميرا، الكاميرا الخاصة بنا. مثلا سأقوم بتكبير هذا، قد وضعته على الاس وقمت بالتكبير بهذا الشكل. سأضغط هنا لأرى الكاميرا. الكاميرا أحتاج أن تكون تقريبا تنظر إلى هذا الفيديو تكون تنظر إلى الفيديو بهذا الشكل وليس بهذا الشكل. فماذا سأفعل أولا إخواني؟ ماذا سأفعل أولا؟ سأقوم بحذف هذه الكاميرا. أوكي، سأقوم بحذفها بهذا الشكل. ديليت. وسأذهب إلى هنا لأضع الكاميرا بهذا الشكل. حاليا موضوعة على الكاميرا، سأضغط هنا في هذا المكان وأقوم باسترجاع الكاميرا إلى الوراء بهذا الشكل. تحتاج أن أرفعها نوعا ما إلى الفوق بهذا الشكل. أحتاج هذا الفيديو أن يصبح صغير نوعا ما بهذا الشكل. حاليا الكاميرا هي على هذا الحد، ولكن أنا أحتاج حتى الرجلين. ماذا سأفعل؟ سأضغط على الكاميرا ثم أقوم بتنزيلها إلى الأسفل قليلا بهذا الشكل. سأقوم برفعها إلى الفوق قليلا بهذا الشكل. سأقوم بتصغير الفيديو بهذا الشكل. جميل جدا، نعم جميل جدا إخواني الكرام. أولا الفيديو هو واضح. ماذا سنفعل حاليا؟ سنقوم بعمل لوحة بيضاء بهذا الشكل، أرضية أو أرضية كما قلنا، أرضية ستكون هي أرضية في الأصل. سأضغط على هنا بهذا الشكل، بلان بهذا الشكل. سأقوم بالتكبير على الاس، أضغط على الاس وأقوم بتحريك الفأرة إلى اليمين لتصبح كبيرة جدا. هنا سأقوم بتنزيلها إلى الأسفل بهذا الشكل. أضغط عليها بهذا الشكل، لقد ضغطت عليها حاليا أو ضغطت عليها من هنا. سأقوم بإنزالها. كل من يريد شرح هذه الإضافات ضعوا لي في التعليق. سأقوم بتنزيلها إلى الأسفل نوعا ما بهذا الشكل بهذا الشكل، وأقوم بالتدوير. إذا كنتم تريدون شرح هذا التدوير وهكذا والتكبير والتصغير اكتبوا لي في التعليق وسأعمل لكم شرح مبسط جدا ستتعلمونه في دقائق قليلة جدا. سأختار مجددا آد بهذا الشكل وكذلك لوحة أخرى، ولكن هذه اللوحة سأقوم بتدويرها بهذا الشكل بهذا الشكل. أنا حاليا أقوم بالتدوير والتكبير والتصغير بالطريقة الخاصة بالمبتدئين، حتى أنت مبتدئ تتعلمها بشكل سريع جدا. سأقوم بتكبيرها بهذا الشكل. حاليا سأرجع إلى الوراء. جميل جدا، سأقوم بتكبيرها بهذا الشكل. بهذا الشكل، لاحظوا معي حاليا، لاحظوا معي حاليا بهذا الشكل.
جميل جدا. سأقوم بتكبيرها في هذه اللوحة الأسفل أو الأرضية. في هذا الشكل جميل جدا. سأقوم بعمل الإضاءة أوكي؟ ولكن تقول لي أنا حاليا لا أعرف الفيديو النهائي. حتى إذا كنت تريد عمل الريندر أو تعرف كيف يتم عمل الريندر، تذهب إلى هذه الأيقونة الأخيرة. هذه الأيقونة الأخيرة إذا كنتم تريدون شرح لهذه الأيقونات سأشرحها لكم في فيديو آخر، فقط أكتبوا في التعليق. هذه الأيقونة هي الريندر الأخير، ماذا ستشاهد في الأخير؟ بهذا الشكل جميل جدا، بهذا الشكل. ستقول لي ولكن أنا في الفيديوهات الأخرى ماذا أشاهد؟ أشاهد ظل أو الظل الموجود الخاص بالشخص فقط، ولكن أنت في هذا الظل ماذا موجود؟ موجود ظل آخر، ظل ليس ظل هذا الشخص. أين أين المشكلة؟ هنا الإضاءة وهذا الظل هو ظل الشخص وظل المربع الخاص بالفيديو. لقد قام بعمل ظل كذلك لمربع الفيديو. ستقول لي كيف أعمل ظل فقط للشخصية، فقط الشخصية التي يكون عندها ظل حتى يصبح الأمر واقعي. تابعونا فإخواني، ماذا سنفعل لنقوم بعمل فقط الشخص الذي يصبح ظله يظهر وليس ظل الفيديو كامل؟ ماذا نفعل حاليا هنا يا أخوان؟ هذا الشرح غير موجود في الدول العربية والدول الأجنبية يوجد قليل جدا. ماذا نفعل؟ أول شيء لتصبح الإضاءة حقيقية جدا، لتصبح الإضاءة حقيقية جدا، أول شيء نذهب إلى هنا بهذا الشكل، نذهب إلى هنا بهذا الشكل، ثم نأتي إلى هذا المكان، عفوا نعم سنأتي إلى هذا المكان ثم نضغط صفر بهذا الشكل حتى تصبح الإضاءة حقيقية. جميل جدا، هذا هو الأول. تأتي إلى هذا المكان ثم هذا المكان تضغط تجعله صفر. لاحظوا معي حاليا الظل أصبح أقوى حاليا. ماذا نفعل مجددا؟ يمكننا، ولكن إذا كنتم تريدون إضاءة شاملة أوكي، إذا كنتم تريدون إضاءة شاملة وليس إضاءة خاصة بكم، يمكنكم أن ترفعوها، لا يوجد أي مشكلة أوكي، يمكنكم أن ترفعوها بهذا الشكل. وهنا تضغطوا على الإضاءة الخاصة بكم بهذا الشكل، ثم تأتي إلى هذا المكان ثم تكتب 10,000 بهذا الشكل. جميل جدا، وهنا يمكنك تكبيرها أو رفعها إلى الفوق بهذا الشكل. تضغط إلى اللايت ثم ترفعها في الفوق بهذا الشكل، بهذا الشكل. بهذا الشكل. إذا كنت تريد إضاءة عامة قم بالضغط إلى هنا وتكبير هذا المكان. إذا كنت تريد إضاءة سوداء وتعمل أنت الإضاءة الخاصة بك بإعداداتك الخاصة، يمكنكم جعلها صفر. أنا سأعمل مثل ما موجود في الفيديو أوكي، سأعمل مثل ما موجود في الفيديو. فماذا نفعل يا إخوان؟ هنا نذهب نضغط على الفيديو أولا أوكي، لقد ضغطنا على الفيديو لنحل مشكلة هذه هذا المشكل الظل الخاص بالمربع لنحذفه ويظهر فقط الشخصية. فنذهب إلى هنا في هذه الإعدادات بهذا الشكل، عفوا بهذا الشكل، ثم ننزل إلى الأسفل، اضغطوا على هذه الدائرة وليس هذه الدائرة مجددا، اضغطوا على هذه الدائرة ثم تنزل إلى الأسفل بهذا الشكل، ثم تذهب إلى السيتينج بهذا الشكل، ثم تذهب سأرى نعم تضغط إلى هذا المكان شادو، تضغط على هذا المكان ثم تذهب إلى هذه الألفا. لاحظوا معي لقد أصبح ظل الشخص هنا بهذا الشكل. إذا كنت تريد تعديل الظل ويصبح في هذا المكان الإضاءة، هنا نتكلم عن الإضاءة، هذه الإضاءة اضغط عليها وقم بتنزيلها إلى الأسفل بهذا الشكل
كأنها الشمس بهذا الشكل أو بهذا الشكل. جميل جدا، لاحظوا معي حاليا بهذا الشكل. سنقوم برفع هذه المنطقة ونضغط على بلاي لتشاهدون الفيديو أي سيتحرك. جميل جدا، كما تلاحظون حاليا هنا الشخص مثل ما موجود في الفيديو بهذا الشكل. في الفيديو كان كذلك يتحرك الشخص بهذا الشكل بهذا الشكل، ثم ترجع الكاميرا إلى الوراء بهذا الشكل هكذا، ثم تقترب مجددا لنقوم بوضعها بشكل حقيقي وليس من الإعدادات، تكون فيديو حقيقي يرجع إلى الوراء. فماذا سنفعل؟ سنأتي إلى هذا المكان، أوكي؟ سنأتي إلى هذا المكان. أنا هذه طريقتي، أوكي؟ هذه طريقتي الشخصية. سأقوم برفع هذا المكان بهذا الشكل. هنا الفيديو كما موضح عندنا. هذه الكاميرا نضغط عليها بهذا الشكل، أوكي؟ نضغط عليها بهذا الشكل. نضغط على هذه الأيقونة، أوكي؟ نضغط على هذه الأيقونة. نقوم حاليا بعمل لها استرجاع إلى الوراء بهذا الشكل. جميل جدا. ونقوم بوضع مثلا هنا، ثم نجعلها تقترب بهذا الشكل. نتأكد أن هي جيدة. جميل جدا. هيا بنا نرى من الأول كيف ظاهرة أو كيف أصبحت من الأول. جميل جدا كما تلاحظون معي. هل ترون أنه أصبح جيد حاليا الفيديو؟ يمكنكم حاليا أن تقوموا باسترجاعه إلى الوراء. عندما يصل هذا المكان أريده أن يرجع إلى الوراء بهذا الشكل. لاحظوا معي. إذا كنتم تريدون فيديو خاص بالانيميشن إلى آخره، اكتبوا لي سأعمل شرح، لأن الشرح يحتاج طويل جدا. أنا أقوم بعمل لكم شرح للمبتدئين بطريقة سهلة وإلى آخره. نضغط على الفيديو لنرى كيف أصبح بهذا الشكل، ونضغط على بلاي ونرى كيف أصبح حاليا. لقد حاليا يعمل زوم للشخصية وأصبح يرجع إلى الوراء بهذا الشكل. وفي نفس الوقت عندما يصل إلى هذا المكان، عفوا، عندما يصل إلى هذا المكان أريده أن يقترب إلى الشخص، أريده أن يقترب إلى الشخصية بهذا الشكل. هذا الشكل لاحظوا معي، الكاميرا أصبحت هنا. لاحظتوا معي الكاميرا أصبحت هنا بهذا الشكل. ماذا سأفعل؟ سأجعلها تقترب إلى الشخصية أو إلى الشخص بهذا الشكل. أنا أقوم بعمل لكم شرح المبتدئين جدا، طريقة احترافية ولكن للمبتدئين. لاحظوا معي حاليا، عفوا، لنرى الفيديو أولا بهذا الشكل. هو حاليا يقترب بهذا الشكل ويرجع إلى الوراء، ثم يجري بهذا الشكل. جميل جدا. حاليا هي هذه الحركة، أوكي؟ هذه حركة جميلة. أما إذا كنتم تريدون الشخصية مثلا أن تتحرك، أن الشخصية تكون تتحرك، فماذا نفعل؟ سأشرح لكم.
مثلا الكاميرا بهذا الشكل، الكاميرا مثلا هي بهذا الشكل مثلا، ولكن اريد الكاميرا تكون ثابته ولكن الشخص يتحرك حتى يكون عندكم فيديو يذهب في الشارع او تبني له مكان والشارع، وتريد هذه الشخصيه ان تكون تتحرك داخل التريدي، فكيف نقوم بتحريك الشخص؟ لاحظوا معي، ساعمل ديليت بهذا الشكل، حاليا نريد هذه الشخصية أن تكون تتحرك بشكل عادي بهذا الشكل، الشخصية تكون تتحرك بهذا الشكل كما تلاحظون، الشخص يتحرك بهذا الشكل ولكن هو ثابت، نحن نريد أن يذهب ويخرج من الفيديو. ماذا سنفعل يا إخوان؟ نقوم بعمل زوم بهذا الشكل. ماذا نفعل يا إخوان؟ سنقوم باسترجاع هذه إلى المنطقة الأولى. هنا الشخص لا يتحرك، من هنا يبدأ يتحرك الشخص. هنا ماذا نفعل؟ نقوم بعمل هذه الأيقونة، أوكي؟ نقوم بعمل هذه الأيقونة ونسترجع بهذا الشكل، نضغط على الفيديو، نقوم مثلا بتحريكه إلى الوراء بهذا الشكل وإلى هنا، أي 220 أو هنا بهذا الشكل، سنجعله يختفي بهذا الشكل. هذا الشرح مبسط جدا ولكن افهموا ماذا سأفعل. لاحظوا معي هنا بهذا الشكل، لاحظوا معي جميل جدا، لقد أصبح في هذا المكان. نحن ماذا نريد؟ نحن نريد هذا المكان، نضعه بهذا الشكل ثم نقوم باستخراجه من الكاميرا، أوكي؟ نقوم باستخراجه من الكاميرا ليصبح فعلا أنه خرج بهذا الشكل. لاحظوا معي، إذا كان ذهب سريعا يمكنكم التعديل بهذا الشكل. لاحظوا معي، جميل جدا. حاليا لقد قمنا بعمل هذا الفيديو، يمكنكم عمل بناء لأي فيديو، لا يوجد أي مشكل. يمكنكم مثلا عمل أد وبيش وتضغطون بهذا الشكل مثلا، ولا مثلا سنضع، أنا سأضع مثلا بهذا الشكل، سأضع مثلا بهذا الشكل أو هذه الدائرة، أضغط على هذه الدائرة مثلا، عفوا كان علي أن أضغط على هذه الدائرة وليس هذه، هذه الدائرة، وأقوم بعمل لها مثلا لون لون معين، أقوم بعمل لها مثلا لون معين مثلا أحمر بهذا الشكل، لا يوجد أي مشكلة. وهذا اللون أقوم برفعه إلى الفوق ونزله إلى الأسفل، ثم رفعه إلى الفوق ثم نزله إلى وهكذا مثلا هكذا بهذا الشكل، أو أقوم برفعه إلى الأخضر وهنا يصعد إلى الفوق ثم هنا
ينزل إلى الأسفل. لاحظوا معي، لاحظوا معي بهذا الشكل. لاحظتم معي كيف أصبحت؟ لاحظوا معي بهذا الشكل. جميل جدا، كانت رائعة جدا. وهنا يمكنكم كذلك التعديل على الكاميرا بهذا الشكل، نضغط على الفيديو، هنا نقوم بعمل إعدادات للكاميرا بهذا الشكل. الكاميرا أين هي؟ هنا، أين هي؟ هنا، ها هي الكاميرا، نضغط عليها. هنا الكاميرا، الكاميرا هي في هذا المكان، الكاميرا هي في هذا المكان. ماذا نفعل؟ أول شيء نذهب مثلا، نقوم بتعليمها من هنا، فقط نحركها فقط قليلا ليتم إضافتها من هذا المكان. ثم من بعد أقول له من عندما يصل إلى هذا المكان فأريده أن يقترب بهذا الشكل، هذا الشكل مثلا، لا يوجد أي مشكلة. وهنا يمكنكم التعديل، عندما أضعها بهذا الشكل أقوم بالتكبير بهذا الشكل، عفوا لا، فقط أضغط عليها لوحدها ثم أقوم بتكبيرها. لاحظوا معي، هنا سأقوم بهذا الشكل. لاحظوا معي، بهذا الشكل. ولكن أنا شخصيا سأتركها صراحة، سأتركها لوحدها بدون تحريك الكاميرا. يمكن أنتم تحريك الكاميرا كما تريدون. فأرى أنها الأمر حاليا فهو واضح جدا بهذا الشكل. هنا ستار، من أين يبدأ الفيديو عندما تريد عمل الريندر؟ مثلا أنا أريد عمل ريندر لهذه اللقطة، في أي لحظة تريد بدء الفيديو؟ ستار. هنا ماذا سأقول له؟ لاحظوا معي، هنا الفيديو يكون واقف، يكون واقف، هنا يبدأ يتحرك. إذا ماذا سأقول له؟ سيبدأ الفيديو من 18 بهذا الشكل، قد أصبحت سوداء. هنا ماذا سأقول له؟ سأقول له ينتهي الفيديو في، سأنتظر بهذا الشكل، 156، 156 بهذا الشكل. هنا سأذهب إلى مكان الريندر، هنا يوجد الـ EV وهنا السايكل. EV سنعمل ريندر بشكل سريع للفيديو، سايكل تحتاج حاسوب قوي جدا، وإذا كان حاسوبك ضعيف مثلي سيأخذ لك سنين لعمل ريندر، فلذلك أنت تختار. ولقد قمنا بعمل فيديو نشرح فيه الـ EV والسايكل، شاهدوه على قناتنا في اليوتيوب. سايكل بهذا الشكل يكون شدة الواقعية، أوكي؟ يكون بشدة الواقعية، يظهر على واقعية كبيرة جدا. سأريكم فقط مقطع كيف سيظهر الفيديو في السايكل. سأعمل ريندر. مهدي، مهدي، فعلية تليفوني هذه، ريندر إيماج بهذا الشكل، وسنرى السايكل كيف سيظهر عليه الفيديو. ولكن لاحظوا معي الإعدادات هنا عالية جدا لدرجة خيالية، فلذلك لن نحتاج هذه الإعدادات. لذلك سنذهب إلى هذا المكان بهذا الشكل، ثم نذهب إلى الأسفل، عفوا، هنا، نعم هنا في هذا المكان. سأضغط هنا على 500 أو 1000، سأضغط أنا على 500. كلما زاد العدد كلما زادت الجودة والدقة،
أوكي، ولكن 4000 ليس حاسوبي قوي حتى أقوم باستخراجها، أحتاج يوم كامل وهو يعمل ريندر، فلذلك سأختار فقط 500. أوكي، وهنا آتي لهذا المكان وأذهب إلى هنا وأضغط فقط 50 أو 80% من ناحية الجودة. الجودة فيها خيالية، أنا فقط أريكم التجربة. لاحظوا معي هنا يوجد 500. أنا فعلا حاسوبي ليس قوي حتى لأن الريندر يأخذ معي وقت طويل جدا، ويكون الجودة بهذا الشكل. أوكي، يكون الجودة بهذا الشكل، لا في الصور ولا في الفيديو. حاليا يقوم بعمل الريندر حتى يصل إلى 500 ويحذف هذا النيوز، هذا التشويش، لتصبح الدقة واضحية بشكل كبير جدا. كما تلاحظون الدقة تذهب، عفوا التشويش يذهب والدقة تظهر بشكل كبير كلما زاد هذا الرقم، فلذلك تصبح الجودة خيالية جدا والجودة رائعة بدقة خيالية جدا. هنا ماذا سنفعل؟ نحن لن نحتاج السايكل، إذا كنت تريده لا يوجد أي مشكلة، يمكنكم عمل الريندر، وطريقة الريندر فهي موجودة في قناتي يمكنكم مشاهدتها. أنا ماذا سأفعل؟ سأخرج من هنا وأعمل سأذهب إلى هنا الريندر وسأعمل على سايك على إيفي. أوكي، سأعمل على إيفي. إيفي هي كذلك جميلة ورائعة جدا وتعطينا عمل كما نقول عمل ممتع. لاحظوا معي سأعمل ريندر بالإيفي، سيظهر بشكل سريع نوعا ما، سيظهر بشكل سريع وليس مثل السايكل، شيء متعب جدا. لاحظوا معي جميل جدا، حاليا لقد تم إنهاء هذا العمل. أوكي، لقد تم إنهاء هذا العمل، فلذلك هنا يوجد بعض التشويش. أوكي، يوجد هنا بعض التشويش وهذه الأمور. أوكي، إذا كنتم تريدون عمل فيديو آخر لنشرح هذه المشاكل فاكتبوا لي في التعليق ما هو المشكل الذي واجهتموه وتريدون حله، سأعمل فيديو عنه، لا يوجد أي مشكل، لأن ستحتاجون هذه الأمور في المؤثرات البصرية، والمؤثرات البصرية نحتاج أمور تكون دقيقة ومفصلة وبجودة عالية بهذا الشكل. هنا يا إخوان سأذهب إلى هذا المكان وسأضغط هنا 100 لأنه مجرد إيزي، وهنا بهذا الشكل نترك هذه الإعدادات بهذا الشكل. فهنا يا أخوان أضغط على هذا المكان ثم أنزل إلى الأسفل ثم أذهب إلى الـ PNG ثم أضغط على هذا المكان ثم أضغط هنا ثم أضغط على ديسكتوب لأضع الفيديو أين تريد وضع الفيديو، سأضعه في هذا المكان. سأكتب مثلا أنا سأكتب مثلا أنا 3D مثلا بهذا الشكل بهذا الشكل. أتركه بهذا الشكل. هنا تضغط على هذا المكان بهذا الشكل ليستخرج فيديو. جميل جدا. هنا أترك هذه الإعدادات كما هي. كم يوجد من فريم؟ أنا سأضغط سأكتب هنا مثلا أنا 24، أضع على 24 أو 20 لا يوجد مشكلة. أنتم أتركوها كما هي ثم تذهب إلى الريندر ثم ريندر أنيميشن أو كنترول F12، سأضغط عليها وأشاهد الفيديو وتشاهدونه معي في النهاية. هيا نشاهده في الأخير. وهذه هي نهاية دورتنا الخاصة بالخلفية الخضراء وحذفها، ونضع الشخص الموجود داخل الخلفية الخضراء نضعه في البليندر بطريقة احترافية وواقعية جدا. لقد شرحنا كل شيء في هذا الكورس، وهذا الكورس فهو مجاني لكم حاليا يا إخوان الكرام. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، أي مساعدة أي استفسار اكتبوا لنا في التعليق، وكذلك اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تشاهدوا الفيديوهات القادمة الاحترافية في المؤثرات البصرية والCGI والـ3D.
كذلك في مجال التزييف العميق. فتابعونا يا إخوان، أي مساعدة أي استفسار اكتبوا لنا في التعليق، وإذا كنتم تريدون فيديو معين حول مجال المؤثرات البصرية إلى آخره كذلك اكتبوه لنا في التعليق وسنعمل لكم شرح مخصص. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم المهتمين بمجال البليندر كدعمنا لنقدم لكم كل ما هو جديد. أما الأشخاص الذين يريدون أن يدعموننا ماديا لنعطي مجهود أكثر لكم في القناة، وكذلك الأشخاص الذين سيدعموننا ماديا كذلك في نفس الوقت أي مساعدة كانوا يريدونها سنساعدهم في الخاص وفي على الواتساب الخاص بنا، لأننا سنكون نعرفهم على أنهم يدعموننا ماديا، فلذلك نحن كذلك سندعمونهم بالمساعدة وبالكثير من الأشياء. فإذا كنت تريد أن تدعمنا ماديا فنشكرك كثيرا. لا يوجد مشكلة، دولار واحد، دولارين، 3 دولار، 5 دولار، 10 دولار، لا يوجد أي مشكلة. تواصل معنا على الواتساب ونشكر كثيرا على دعمنا بالبارتاج أو بأي شيء أو بدعمنا بالأموال. إذا دعمتنا سنقدم أكثر ونساعدك أكثر، وبالأخص في الواتساب سنساعدك خصيصا. فهذا كل شيء يا إخوان. من ناحية الدعم فهو يوجد على البايبال ويوجد على التحويل البنكي ويوجد على الويستر يونيون وعلى عدة طرق، لا يوجد أي مشكلة. هذا كل شيء، نشاهدكم في فيديوهات قادمة وإلى اللقاء.